السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شفنا في اللقاء الفات كيف احنا استوردنا الرشاش والرصاصة تبعتي. قلنا انه راح نشوف حاجة اسمها ابريفاب. عندي ايش يعني ابريفاب في اليونيتي؟ الابريفاب انا لو شفت انا في عندي هنا لاعب، اللاعب هذا في عنده مجموعة من الشغلات. انا ضفت جوال كاميرا عندي، اذا اللاعب في عليه كاميرا، واللاعب ذات نفسه ضفت عليه ريجيد بودي وبوكس كنترولر، وهنا ربطته في الانيميتور تبعي، البلاير انيميتور اللي هو هذا. اذا انا المجسم تبعي هذا لو الاصل تبعنا لو جبته هيو ما لهوش ولا حاجه، لان احط سفلت، فلو علمت عليه ما فيش عليه كل الشغل تبعي هذا، يعني لا في كاميرا ولا في ريجيد بودي ولا في بوكس كولايدر، وبدي اعود اعيد الشغل من اول وجديد. يعني لو بالغلط انا محيت المجسم تبعي هذا راح افقد كل شيء، والكاميرا هنطفت، وراح اضطر اجي احط هذا واعاود اعيد كل الشغل تبعي من اول وجديد. فعشان اتغلب على المشكله هذه، طبعا هذا احد الفوائد، هناك فوائد كثيره، بس من احد عشان اتغلب على المشكله هذه راح امسك البلاير كله هنا وامسكه واسحبه زي هان. بقول لي بدي اعمل لك بريفاب، بقول له اه اعمل لي حاجه اسمها بريفاب. الان اللاعب تبعي هذا صار موجود عندي، وانا مرتين هذا هو الاصلي ملف الاف بي اكس اللي عندي، وهذا الملف اللي هو جابه من هان اللي فيه كل الاعدادات تبعتي. هاي في عندي البوكس كولايدر والريجيد بادي، وفي عندي الانيميتور، الامور كلها موجوده، كل المحطوط عندها، وفي كاميرا جوا، فكل المحطوط عندها محطوط هان. الان بصير بكل بساطه لو انا محيت الشغل تبعي هذا هان وحطيت الولد من اول وجديد، كل الشغل محفوظ، او اللي عمل تراجع، او انا بنفع اعمل نسخه ثانيه من الولد، ويصير في عندي الولد نسخه ثانيه في كل الخصائص الموجوده عندي هان. هذه من احد المميزات تبعتي، ان لو انا ممكن لو محيته هو اوريدي موجود عندي. لو في عندي الكلام ده، في عندي مشهد، يعني في عندي مجموعه من المشاهد، في عندي مجموعه من السين، والولد هذا بيشتغل في مجموعه من السين، يعني مره هو في السماء بيطير، مره بيسبح في الميه، مره راكب سياره، مره بيمشي في الشارع زي هيك. المشاهد هذول كل مشهد مش محتاج انا ان انا ابني البلاير تبعي من الاول وجديد، انا بكل بساطه باخذ البلاير هذا وبحطه. الان الميزه الثالثه ان انا لو حبيت اعدل على البلاير تبعي، اضيف عليه خصائص، اعدل عليه خصائص، راح اعدل على هذا وتلقائيا راح يتعدلوا على الباقي. يعني لو انا قلت البلاير تبعي هذا ما انا بديش يبقى فيه عليه بوكس كولايدر، لو جيت طلعت على البلاير اللي هان راح الاقي انه البوكس كولايدر تبعي طفى اللي هان، والبلاير الثاني راح الاقي انه البوكس كولايدر طفى اللي عندي. اذا انا بتحكم من مجسم الاصل تبعي للبريفاب، وكل مكان يستخدم في البريفاب تبعي راح يتم التعديل عليه هنا او في مشاهد ثانيه، وين ما بدي راح يتم التعديل عليه. هذه من احد المميزات، راح نشوف اشياء كثيره هلقيتها عندي، لكن انا دائما افضل، انا راح نشوف يعني، لكن بفضل دائما لما اجي اسمي المجسم تبعي اسمي انه هو بريفاب، يعني بلاير بريف، عشان اقول له انه هذا بريفاب، عشان اول ما اطلع عليه اقرا اختصر كلمة بريف اصير عارف انه هو بريفاب عندي، مش المجسم الاصلي الاف بي اكس. طبعا واضحة انه الملف الاف بي اكس اللي انا بجيبه من الماية بقى عليه هان سهم، لكن هان ما عليهوش سهم، ممكن اميز يعني، لكن انا دائما بحب افضل استخدم البريفاب. لان انا غيرت الولد هذا البريفاب، احنا قلنا الباب كان مرتبط أداؤه في الولد عشان يفتح، فأنا لو علمت على الباب بقول له اه الولد كله تبعي الآن بديش إياه، هيعمل له ديليت وحط بداله البلاير بريفاب هذا، وبقول له اسمع أنا بحب البلاير تبعي دايما يبقى فوق عشان ما تغلبش وأنا بدور عليه، وأعلم على الباب بقول له اسمع يا باب إحنا بدي إياك أول ما يجي بلاير بريفاب تفتح. الآن هات نشوف، أنا غيرت الاسم عشان هيك أنا كانت مضطر، لانه الباب بيعتمد على اسم اللاعب. هاي اوكي فتح الباب وفيش عندي مشاكل. ايش في كمان شغلات لازم اعملها بريفاب؟ الرصاصه، الرصاصه اللي عندي هذه، هاي الرصاصه اللي عندي تيالي كتير حجمها صغير، حرف الاف على العموم صغيره، خلينا اكبرها، عشان اكبرها راح اجي هان في الموديل راح اخليها مثلا 5، وهي ابلاي، هاي كبرت الرصاصه تيالي حجمها مناسب بالنسبة لي. ليش اجت من غير خامات؟ راحت عنها الخامة والله ايش قصتها؟ خلينا اشوف في عليها خامة، هي الخامة تبعتها، وراحت الصورة اللي عندي، مش عارف ايش انا عملت، او يمكن عملت تراجع فراحت الخامة عندي. خلينا على العموم، خليني اجي هنا على الماتيريال وعلى الجن
لا هي الخامة موجودة. طيب ليش مش رابطة معها؟ مش عارف، لكن هنا أنا حطيتها عليه ورجعت الخامة زي ما كانت. الأصل مباشرة، هذه الأصل الصورة تبقى مربوطة عليها، مش إشكالية. ليش؟ لأن راح أعمل البريفاب. إيش يعني راح أعمل البريفاب؟ لقيتها الجن تبعي هذه الرصاصة، أنا راح أطلقها بدي تطير، لازم يبقى في عليها شغلتين. راح يبقى عليها بوكس كولايدر، هاي البوكس كولايدر أتأكد إنه جاي في كل مكان، مغطيها صح. ولازم يبقى كمان جاي عليها حاجة اسمها ريجيد بادي، راح أعملها هنا وأشوف ريجيد بادي تبعتي. والريجيد بادي يبقى له جاذبية وبقدر يلف، فيش مشاكل فيه. الخاصيتين هذول أنا ضفتهم عليهم عليها، راح أمسك البوليت فرونت هذه وأرجعها وأجيبها هان عندي على إنها بريفاب. ليش؟ لأن أنا مش راح أطلق رصاصة واحدة، أنا حطلق مجموعة من الرصاص. كل رصاصة من المجموعة اللي بدي أطلقهم بده يبقى عليها بوكس كولايدر وريجيد بادي، هذه معلهوش. عشان هيك أنا راح أجيب البريفاب تبعي هذا وأحطه هان. اعمل لي بريفاب. أيوه، وراح أسميه، هي حفة رقم 2، فرونت بوليت بريف عشان أميزه. نفس الكلام راح أعمله بالنسبة للرصاصة، الجزء الثاني من الرصاصة. قلنا هذه حجمها 5، توك 3، خليها 5 زي أختها، وهي أبلاي، وأحط عليها الريجيد بادي. وفيش أي حاجة تعديل على الريجيد بادي، مش ناوي أعدل عليها. وأحط عليها البوكس والبوكس كولايدر، تأكد البوكس كولايدر جاي صح. خلينا نسكر هذا واسع للمنطقة تبعتي، والبوكس كولايدر جاي صح عندي، هاي البوكس كولايدر. اوكي، لقيت امسك هذه، اسحب لي اياها هيك، كرييت بريفاب، نعم سمي لي اياه صح، هي اف 2 او دبل اف 2، وايش اسميها؟ بلاك بوليت بلاك بريف، عشان اعرف انها بريفاب. طبعا انا هان ممكن ارجع هيك خطوة لورا عشان يجي المشهد تبعي كله. صار في عندي رصاصة، طبعا هذول ملف الاف بي اكس وهذا ملف الاف بي اكس، ما بيعنيليش الان، صار بيعنيني ملف البريفاب او البريفاب اللي هو مبني على ملف الاف بي اكس. اذا هاي المجسم تبعي، وهي هذا وهي هذا. الان الكلاشن راح اعمله بريفاب، مع ان انا مش متاكد ان انا محتاج اعدل عليه، يعني هل بدي احط عليه بوكس كولايدر؟ ما اظنش. عايز اعمل عليه شويه تعديلات. على العموم راح يبقى هذا البوكس، الجان ماشين عبارة عن بريفاب. همسك الجان ماشين اول شيء، اشوف مكانه صح، حجمه صح. انا عايز الولد تبعي مثلا، هي 2D، احطه مثلا من شقة هيك تقريبا بالنص، عايزه يبقى من هنا، احط الارتفاع تقريبا زي هيك تقريبا. هاي الولد تبعي، وحمل الكلاشن. الان الكلاشن تبعي هذا راح اضيف له اكتر من شغلة، راح اضيف له كاميرا. اذا راح اضيف له شوية شغلات وبعدين اخليه بريفاب. الان ايش بدي اضيف له؟ هو عبارة اسمه جان ماشين، بدي بوكس كولايدر ما ظنش، بدي شايف جاي يتصادم، بدي اياه تابع للولد، بدي ريجيد بادي مضه ما ظنش. ايش بدي احط له؟ بدي احط له كاميرا. راح اجي هنا واعمل كرييت كاميرا، كرييت كاميرا واسميها كاميرا جان، واخليها تابعة. طب انا ايش يعني لما عملت كاميرا ايش صار؟ يعني هو في عندي لقيت كاميرتين، صاروا كاميرا تابعة للولد، هاي في البلاير هنا، هاي المين كاميرا، وفي الكاميرا تبعتي هذه. لو رحت على المين كاميرا، هاي محطوطة هنا اكتف، طب اطفيها، اني الكاميرا شغالة عندي تبعت الجان ماشين. طب اطفي التانية، طفى المشهد، ما فيش عندي ولا كاميرا تصور. طب روح على المين كاميرا وفعل لي اياها، بتجيب لك الصورة تبعت المين كاميرا. طيب اطفي المين كاميرا وروح على الجان كاميرا وفعل لي اياها. الان هذه الكاميرا، اذا في عندي كاميرتين، اذا كان في واحده فعاله فهو بيمسك في الواحده وبعرض المشهد اللي عندي. يعني الان الجان كاميرا، الجان تبعتي راح اجي هنا، بدي اياها تبين كانه الكاميرا هي موجود، المسدس او الكلاشن عندي هو هيك جاي عليه. نشوف المكان تبعه، بتهيألي بده يسحب زي هيك، حاجه زي هيك. خلي الكاميرا شوية بعيد عنه عشان يبين. يعني هاي الكلاشن تبعي، بس انا حاسس انه المشهد كله طيب. في عوج. الان الجن تبعتي هذه
بدي تبقى تابعة الكاميرا تبعت التابعة للجان كاميرا. حطه تحتيها، حطه جواها لو سمحت. هي صار هذه تابعة للكاميرا، هي الجان اللي عندي، والجان في عنده جواه كاميرا زي ما في عندي بلير، والبلير في كاميرا. قلنا الكاميرا هذه طفيها، انا قاعد بشتغل على الكاميرا اللي هان، وهيك راح تبقى المشهد تبعي. تهيأ الكاميرا ممكن بدها شوية ازاحة، هيك هيك. طيب خليني اتأكد الولد ذات نفسه. الكاميرا جاية في النص، اوكي تقريبا. الكلاشن كله بده شوية زيحة هيك. على العموم هيك بتهيأ الأمور جيدة، والكاميرا جاية في نفس المكان. ورا يقدمها لقدام مثلا شوية، خليها هيك كويسة. الآن صار في عندي. طيب ايش في بدي كمان احط للولد للأسف للكلاشن قبل ما اخليه بريفاب؟ ايش بدي احط للكلاشن قبل ما احطه؟ شوفوا هاي الكلاشن تبعي، وهي الكاميرا اللي بتصور فوقي. هاي الكلاشن تبعي وهي الكاميرا اللي بتصور فوقي. بدي احط مكان يطلع منه الرصاص عشان احدد نقطة المكان، نقطة خروج الرصاصة. يعني بدي احط حاجة تجي لي هنا في المنطقة هذه. راح اعمل حاجة اسمها كرييت امتي. كرييت امتي هذا هو عبارة عن جيم اوبجكت فاضية، يعني هو عبارة عن جسم له بوزيشن وله دوران وله سكيل، لكن حقيقة ما فيش شيء جوا. للي اشتغلوا على الافتر افكت حاجة اسمها نال اوبجكت، نفس الفكرة بالضبط. على العموم راح اسميها هذه مثلا بوليت بوزيشن او فرونت بوليت بوزيشن. فرونت بوليت بوزيشن بوزيشن فرونت بوليت بوزيشن، يعني الموقع الكاميرا الامامي، او اسف موقع الرصاصه الاماميه، من وين تطلع الرصاصه الاماميه. يعني لقيت اجي هنا احاول اظبطها بالضبط. انا بديها تطلع الرصاصه من هنا، واجيبها من السايد فيو، بديها تطلع تقريبا من هنا، من هذه اياها الرصاصه تبعتها تطلع. فانا حددت من وين الرصاصه بدها تطلع، راح استخدمها في الكود عندي من وين الرصاصه بدها تطلع. كمان بدي اعمل واحده تانية كنترول دي، واسميها باك او رير حاجة زي هيك. خلينا في الباك، باك بوليت بوزيشن، يعني الطلقة الخلفية من وين بدها تطلع. بدي اياها تطلع لي تقريبا من المنطقة هذه. شوف احسن المنطقة هذه تطير ولا المنطقة هذه. خليها من هون، تقل من الفتحة هذه وتطلع او ما شابه. امسك هذه وجيب ليها تقريبا هان، وجيب ليها هان. اشوف من التوب، من هنا راح تصير تطلع الكاميرا كويس، ومن السايد من لفوق شوية صغيرة تقريبا من هنا. هدول التنتين طبعا انا بينفع احرك الجن ويصير كل شغلي غلط، راح يصير الرصاصة من هنا تطلع من هنا، وهذا كلام غلط. فانا لازم يبقوا هدول التنتين تبعات لمين؟ للجن تبعتي. اذا الجن ماشين لما ناجي احركها، سواء حركت عملتها دوران، في إلي نقطة الخروج الرصاصة الجزء الخلفي من الرصاصة، وهان خروج الجزء الأمامي من الرصاصة، وهي الكاميرا اللي بتصور. وأنا وين ما أروح بالجسم تبعي الكاميرا بتصور. كنترول زد زد، وين ما أروح بالجسم تبعي من هان الكاميرا قاعدة بتصور المجسم تبعي. راح نكمل إن شاء الله في اللقاء الجاي، ويعطيكم العافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.